هذه مشاهد من وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي أمام مقر مديرية التربية لولاية سطيف، صاحبتها وقفات مماثلة في ولاية أخرى للمطالبة بإعادة النظر في التصنيف. المهم، هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت كردة فعل عن الأوضاع التي يعيشها الأستاذ، أوضاع المزرية. الأستاذ الابتدائي راه يعاني، راه يموت في صمت. يعني إنسان لو تقسم مثلا الأستاذ التعليم المتوسط أو الثانوي ما يقدرش يخدم ولو ساعة واحدة في التعليم الابتدائي. نطالب كذلك بالتصنيف الموحد لجميع الأطوار. لا موندغ دي شوز اللي يحتاجها أستاذ، قلم والله ما يلقاهاش. راهم تعبانين بزاف من هذه التبعية تاع البلديات، لازم يكون استقلالية. كيفاه واحد قاري ويحطه في الأسفل، في الدرك الأسفل؟ لم تتوقف الاحتجاجات عند الأساتذة فحسب، بل شملت تلاميذ مختلف الأطوار. احتجاجات على تدني ظروف التمدرس وظاهرة الاكتضاض التي عجزت الوزارة عن احتوائها على غرار تلاميذ ثانوية ديدوش مراد بالعاصمة. ما لي زونسيغام خارجين حيجيبونا دي ستاجيغ، عندنا اصلا دي بروف صغار ما نفهمو والو، زيد نخرجوا على 5:30، كاينه وحده هاي تخرج على تخرج تكون فلات فايت تخرج على 5:30 تلحق على 8 للدار في الشتا. كيفاش بون اداره بلا نظام؟ ما عندناش نظام، المديره ما على بالهاش بينا، كي نروحو نشكو لها ما على بالهاش بينا، ما حبش تعطينا المطالب ديالنا. حنايا دوزيام لو ما عندناش كلاصه، نقراو في لي لابو. كي رحنا شكينا الاداره قالوا لنا ماشي مشكل تاعنا، درنا غراف، قالوا لنا جيبوا لي بارون، ودوكا كي جبنا لي بارون قالوا لنا نديكم حلوا كلش، ما داروا والو، ما بان والو. وفي الوقت الذي تتجه فيه نقابات التربيه للاهتمام بالقضايا السياسيه على حساب المسائل المهنيه القطاعيه، يتخذ اساتذه التعليم الابتدائي والتلاميذ الشارع منبرا لايصال مطالبهم.